السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، على خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. بعد إذن حضراتكم أنا عايز الفيديو دوت يتفجر لايكات، بعد إذن الناس اللي بتكسل إن هي تدوس لايك، بعد إذن حضرتك دوس لايك عشان النهاردة عرضنا من مزرعة أستاذ محمد الشرقاوي. لو تفتكروا كده أستاذ محمد الشرقاوي بيظهر مع كل عيد أضحى مبارك، يعني من السنة للسنة، وحاجة بسم الله ما شاء الله. ياريت يا جماعة أي حد يتفرج على الحاجة ديت ياريت يذكر ربنا ويقول ربنا يبارك وبسم الله ما شاء الله، عشان فعلا الحاجة تستاهل إن احنا نذكر ربنا. دوس لايك ويلا بينا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة عرضنا من أستاذ محمد الشرقاوي اللي دايما بيفاجئنا بعروضه كل موسم. النهاردة فعلا يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، الخرفان من نظافتها يعني أقسم لكم بالله حاجة كده من الفواخر ما شاء الله. طبعا زي حضراتكم شايفين العرض عامل ازاي، واحنا متفقين ان عرض الفواخر بيتعرف من نفسه. فالنهارده باذن الله استاذ محمد الشرقاوي بيعرض لحضراتكم 23 خروف بلدي، تاني 23 خروف بلدي للاضاحي. طبعا حضراتكم شايفين النظافه عامله ازاي. طبعا حضراتكم قلتوا ان ده برقي يعني اول ما شفتوه، لا انا بقول لحضراتكم ان الخرفان اللي قدام حضراتكم ديت بلدي، متخيلين بقى النظافة دي عاملة ازاي. الاوزان بتاعتهم بتبدأ من 45 كيلو لحد 60 كيلو، فيهم 45 وفيهم لحد 60 كيلو، حاجة ما شاء الله. طبعا السعر بتاعنا النهاردة 90 جنيه للكيلو قائم، 90 جنيه للكيلو قائم. يعني حضرتك لو هتختار خروف هتحطه على الميزان تشوفه كام، هيتحسب لك بتسعين جنيه للكيلو، تمام كده. طبعا الغنم اللي هي خفيفة شوية في الوزن طبعا السعر بتاعها بيزيد شوية بسيطة، ولكن احب اقول لحضراتكم ان استاذ محمد الشرقاوي دايما مبدع ودايما مشرف قناة المزرعة البيتي في كل موسم اضاحي ده بجد، لان الموسم اللي فات والموسم اللي قبله الناس اللي اشترت منه اتصلت بيا شكرتني شخصيا عشان اتعاملوا معاه ولقوا الحاجة بتاعته نظيفة جدا. واحب اقول لحضراتكم ان العلف اللي هو بيأكله الغنم بتاعته من خلطات قناة المزرعة البيتي، تمام كده. استاذ محمد الشرقاوي بيأكل الغنم بتاعته قمح وفول صويا وكسر فول بلدي وشعير وايه تاني وتشيشة، يعني الصراحة مدلعهم بجد مدلعهم. طبعا الغنم واخدة جميع التحصينات اللازمة اللي هي فترة السحب بتاعتها بتكون قبل العيد طبعا، فالخرفان ما شاء الله عليها، اللهم صل على النبي. وطبعا جازز الصوف، ياريت نركز في القصة دي يا جماعة، استاذ محمد الشرقاوي جازز الصوف يعني قاصص الصوف بتاع الغنم عشان ما يوزنش معاك على الميزان. بعيدا عن اي حد، انا ما يعني ما اقصدش ان انا اهين اي حد، ولكن الصوف برضو بيوزن شوية على الميزان، فده يعني للمصداقية بتاعته ان هو جازز او قاصص الصوف بتاع الغنم عشان ما يوزنش على الميزان. وطبعا دي حاجة نشكره عليها، وياريت يا جماعة اي حد محتاج اي حاجة من العرض دوت او يحجز اضاحي يتواصل معاه فورا على رقم 010-94-59-08-24. طبعا رقم استاذ محمد الشرقاوي هسيب لحضراتكم الرقم بتاعه في الفيديو عشان تنقلوه وتتواصلوا معاه فورا. بالنسبة لمزرعة استاذ محمد الشرقاوي موجودة داخل القاهرة يا جماعة في عين شمس، داخل القاهرة في عين شمس شارع العشرين. لو حضرتك سألت على شارع العشرين في عين شمس، شارع مشهور جدا اي حد هيقدر ان هو يدلك عليه. وطبعا لو عايز تحجز الخروف وتتسلمه على ايد مفيش اي مشكلة، بس بتدفع عربون طبعا لاستاذ محمد. واخيرا اتمنى لحضراتكم تدوسوا لايك للفيديو دوت، انا عايز الفيديو ده يا جماعة يتلغم لايكات
الناس اللي بتكسل المرة المليون يا ريت تدوسوا لايك، ولو أول مرة تتفرج علينا أهلا بحضرتك يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الإشعارات بتاعت العروض اللي بتنزل يوميا. شكرا لحضراتكم، كان معكم محمد مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.